بعد انباء عن رحيل مصطفى محمد عن نادي الزمالك، شايف غياب مصطفى محمد هيأثر على نادي الزمالك الفترة اللي جاية؟ بصي، هي مشكلة نادي الزمالك من زمان ان ممكن اللعيب يأثر عليه، مع ان نادي الزمالك المفروض ان هو نادي كبير، المفروض اللعيب واثنين وثلاثة ما يأثروش على نادي بحجم شعبية نادي الزمالك. انا رأيي الشخصي ان مصطفى محمد المفروض يمشي. ليه؟ مش عشان انا اهلاوي، لا بالعكس، علشان مصطفى محمد لو مش هيجيب فلوس كتير، الناس دي تقدر تجيب بيها واحد واثنين وثلاثه وعشره زي مصطفى محمد، عشان ما يتعملش زي اللي اتعمل مع عمرو زكي من زمان ايام ممدوح عباس لو الناس تفتكر. اكيد طبعا مصطفى محمد لعيب كويس ولعيب يعني هيفيد المنتخب وبيفيد نادي الزمالك، فبصراحه حرام اللي هو يمشي. طبعا هيأثر على نادي الزمالك بنسبه يعني 50% 80% مثلا. ان مصطفى محمد يعني لعب كلاعب لاعب محترم، وتاثيره تاثير لعب حلو، وفي اللعب وفي الملعب يعني بيلعب بطريقه كويسه وبيلعب بقلب وحريه للعب. اكيد هيأثر جدا، لان هو بالنسبه لي طبعا انا اهلاوي، بس هو مصطفى محمد كريستيانو مصر، بس لازم ياخد الفرصه عشان يحترف بره ويبقى اقوى، كل ده افاده للمنتخب يعني. ده بالتاكيد بالتاكيد، والزمالك منذ 10 من ايام جمال عبد الحميد واحنا مش هنلاقي راس حربه زي ده. بالنسبه للزمالك انا راجل اهلاوي، بس من النوع اللي انا بحب اللاعب اللي هو ايه، مخلص زي اللاعب ده، والزمالك مش هيعوضه تاني بجد يعني. طبعا مصطفى محمد ده لاعب كويس جدا وبيأدي في نادي الزمالك وهو لسه صغير في السن، فانا شايف ان هو بصراحه يعني انا شايف ان هو يحترف افضل بره، خصوصا ان هو لسه صغير يعني وياخد فرصته كامله. والله لا طبعا احنا محتاجين مهاجم كويس، مهاجم افريقي افضل يعني، خصوصا ان هو يعني باسم مرسي خلاص كبر في السن، شايف من وجهه نظري كده، وشايف ان هو يعني افضل يجيبه لاعب افريقي او مثلا يبصوا على مهاجم محلي كويس مكان مصطفى محمد، رغم ان انا شايف ان مصطفى محمد ما حدش يعرف يسد مكانه، خصوصا ان هو يعني مهاجم كويس جدا يعني، بس انا شايف من افضل له ليه ان هو يحترف بره، يعني زي يبقى محمد صلاح او تريزيجيه زي اللعيبه دي يحترف وهو صغير ويبقى افضل ليه. طيب هل عوده باسم مرسي وحسام حسن ممكن تكون بديل كويس بعد غياب مصطفى محمد؟ حسام حسن انا معاكي في الراي ده، انما باسم مرسي لا، مش قد كده. باسم من النوع اللي هو بيحب يدعم الجماهير وبتاع، انما مش في الكوره. هو بالنسبه لباسم مرسي هيبقى بديل كويس جدا، ان باسم مرسي مهاجم ممتاز وما فيش فيه اي كلام عليه، ان هو مهاجم صريح، وحسام حسن لعب كويس جدا يعني بأمانة. لا ما اعتقدش، ملوش بديل، فيش حد ليه بديل. لا 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 لا، في فرق جامد. لا طبعا، انا مش هنجامل، ده لعيب ولسه صغير والزمالك مش هيعوضه تاني.